السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم بدي أتحدث عن مضمون تقرير وزارة الخارجية الألمانية حول الوضع في سوريا. عادة تقوم وزارة الخارجية الألمانية بتقديم تقارير للحكومة الألمانية حول الوضع الأمني والسياسي بسوريا، ولم تفصح الحكومة الألمانية هذه المرة عن مضمون التقرير الذي على أساسه قرر وزراء داخلية مقاطعات ألمانيا تمديد حظر الترحيل إلى سوريا لنصف عام آخر، ولكن تمكنت صحيفة دي تاجس شبيغل من إلقاء نظرة على تقرير وزارة الخارجية الألمانية المؤلف من 30 صفحة تشير إلى حجم الكارثة التي وصلت إليها سوريا. وأبرز ما ورد بالتقرير أن 69% من السوريين يعيشون بفقر مدقع بأقل من دولارين باليوم، وأن 5 ملايين سوري بحاجة شديدة للمساعدة، حوالي 18 مليون سوري يعني ثلثين السكان يعيشون على المساعدات الإنسانية، حوالي 15.5 مليون سوري بحاجة طارئة للحصول على مياه للشرب ومرافق للصرف الصحي، 20% من المستشفيات بسوريا مدمرة و 48% خارج الخدمة بسبب الاقتتال. تم إلقاء ما لا يقل عن 71,935 برميل متفجر بين عامي 2012 و 2018، الأمر اللي أدى أيضا لتدمير البنى التحتية للبلاد. عدد الوفيات بالحرب بلغ حوالي 570 ألف شخص، بالإضافة أيضا ل 5.6 مليون لاجئ وأيضا 5.9 نازح مشرد داخل البلاد، كما تم اعتقال أو اختفاء حوالي 144 ألف شخص، تعرض 17 ألف منهم للتعذيب داخل السجون حتى الموت. ويعتبر تقرير وزارة الخارجية الألمانية بأن كل المناطق بسوريا غير آمنة بغض النظر عن تبعيتها لأي جهة كانت. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، نتمنى السلام والأمان لسوريا الحبيبة، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.